السلام عليكم. بونجور لي زامي، في هذا الفيديو سنشرح العباره الفرنسيه سا نوفا. سا نوفا هذا يناسبني. سا نوفا peut signifier deux choses selon le contexte. سا نوفا يمكن ان تعني شيئين اثنين حسب السياق الذي تقال فيه او تذكر فيه، فهي تكون مره جواب على اقتراح، فنقول سا مي كونفيان، je suis d'accord. سا مي كونفيان هذا يناسبني. je suis d'accord أنا موافق، في الحالة الأولى. أما بالنسبة للحالة الثانية، عندما يعجبك اللباس الذي ترتديه أو الذي تود اقتناءه، تقول ce vêtement est bien adapté à mon corps ou bien adapté à ma taille ou bien adapté à mon apparence. هذا اللباس ce vêtement est bien adapté يعني يناسب bien adapté à mon corps، يناسب جسمي، يناسب شكلي، ما taille يناسب شكلي أو قامتي، أو bien mon apparence يعني يناسب مظهري. هذا اللباس يناسب جسمي، يناسب شكلي أو مظهري. هذا هو شرح لعبارة سا نوفا. أتري بيانتو.